واما بنعمه ربك فحدث. دي تعتبر اول هديه حصلت عليها بعد شهر واحد بس من وصولي هنا لتركيا. وفي الفيديو ده هتكلم عن الشهادات او الجوائز اللي قدرت ان انا احصل عليها خلال 3 سنين ليا دراسه في المنحه التركيه. يلا بينا نكمل الفيديو مع بعض، وزي ما قلنا كلام من القلب للقلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من قلب تركيا الحدث اليكم، وتحديدا من محافظه مردين. اللي اول مره يعرفني واول مره يتفرج عندي على القناه، خش اعمل سبسكرايب وفعل الجرس واتفرج على الفيديوهات القديمه، وهسيب لك فيديو في الديسكريبشن كيف حصلت على المنحه التركيه بعد الرفض. شويه هيعرفك عني من بدايه ما كنت بفكر ان انا ادرس في تركيا لغايه ما وصلت تركيا بعد ما اترفضت اول مره، وفي ثاني مره تم قبولي والحمد لله. طيب ايه قصه بقى ديت حصلت عليها من رئيس الجامعه عندي. كان بيعمل زي تعارف مع الطلاب الجدد، وانا اخيرا ما صدقت لقيت حد بيعرف اللغه العربيه الفصحى، فبدات بتكلم معاه. وانا بتكلم معاه كان زي اجتماع مغلق كده، المهم قلت له شعر. فبعد ما قلت له الشعر باللغه العربيه الفصحى انبسط جدا وعجبه، فقال لي ثانيه واحده، وراح قايم وراح جايب لي ديت وراح اعطاها لي هديه، وقال لي يا ريت تجتهد ولو كمان تكمل ماستر وبتاع، وقال لي كلام جميل جدا صراحه يعني. طيب ده كان اول نجاح اعتبره ان هو نجاح واسجله عندي. بعد كده حسيت ان انا ضعف في اللغه التركي، في القواعد كانت كويسه لكن في المحادثه او في الكتابه كان ضعيف. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اختلط مع اتراك. فتم افتتاح مركز شباب جديد، فاستغليت الفرصه ورحت، عرفت ان الكورسات هناك مجانا زي ما كنت باخد كورسات مجانا في جمعيه رساله مثلا في مصر، بدات ان انا اخد كورسات هنا. خدت معاهم كورس كمبيوتر، وفي نفس الوقت اشتركت في كورس ابرو، في نفس الوقت اشتركت في كورس تعليم للغه الاشاره التركي. ومن هنا بدات قصه حياتي مع لغه الاشاره التركي. دي ان شاء الله ممكن ابقى اعمل عنها فيديو بكره مثلا ولا حاجه، اتكلم فيها عن اللغه التركي وازاي اتعلمتها وقصتي مع لغه الاشاره وايه المطبات اللي وصلت فيها لغايه ما قدرت ان انا احقق حاجه في لغه الاشاره التركي الاتراك نفسهم اللي موجودين في تركيا وبيدرسوا لغه اشاره تركي ما يدروش ان هم يحققوها، والحمد لله عز وجل يعني. طبعا كل الكورسات ماشيه بالتوازي مع بعض، كورس اللغه التركي مع كورس لغه الاشاره التركي مع كورس الابرو ده اللي ما يعرفوش اللي هو فن الرسم على الماء. طبعا الحاجات اللي انا بقولها ديت لو لقيت ليها صور وانا اثناء ما كنت بتعلم هسيبها لكم هنا، لو ما لقيتش خشوا اتفرجوا عندي على الانستجرام، هتلاقوا لينك الانستجرام موجود تحت في الديسكريبشن، هتلاقوا صور وفيديوهات ليا اللي هيرجع صور من سنه او سنتين هيلاقي صور او فيديوهات كنت انا بنزلها عندي يعني. المهم بعد 5 شهور كانت اول حفله ليا بلغه الاشاره التركي، تم اختياري ضمن فريق مكون من 13 شخص، الفريق ده كله اتراك وانا العربي الوحيد الموجود في الفريق ده، عشان خاطر نترجم اغاني من اللغه التركي للغه الاشاره التركي. وده طبعا كان بمثابه يعني حاجه كبيره بالنسبه لي عشان خاطر اقوي اللغه التركيه عندي، تمام؟ ودي كانت اول حفله ليا بعد اول 5 شهور ليا من وصولي هنا لتركيا، طبعا بالبيبيونه ولابس ومظبط نفسي. المهم خلال شهرين استمرينا في حفلات، كان بيتم الخناق علينا، اي مناسبه موجوده داخل محافظه ماردين كان بيتم الاتصال بالفريق بتاعنا وبالاستاذه بتاعتنا اللي هي استاذه لغه الاشاره عشان خاطر تجيب الفريق عشان يكون لنا فقره على المسرح. وبعد كده كانت شهاده من الشهادات اللي خدتها بتكرمني بإجادتي للغة الإشارة التركي من مركز الشباب التابع لمردين. ده خلال شهرين اتنين، لدرجة إن وصل الأمر إن في يوم كان عندنا حفلة الصبح وحفلة بالليل، يعني الصبح كان في افتتاح لمركز لاستاد كبير موجود عندنا في مردين، وبالليل كانت حفلة كانت في أوندو كوز مايس اللي هو شهر 5 19/5 بالظبط، فاكر اليوم ده ما نساوش أبدا يعني. لإني قدرت أحقق فيه شيء ولأول مرة يتم تحقيقه، ألا وهو إن يتم ترجمة أغنية مباشرة على المسرح. عارفين مثلا لما يكون مثلا مغني زي عمرو دياب مثلا أو أيا كان المغني وهو بيغني الأغنية أنت وراه بتترجم الأغنية ديت بلغة الإشارة، وده اللي حصل فعلا وكانت نجاح كبير جدا جدا ليا، لإن مفيش حد تقريبا على مستوى تركيا قدر يعمل الموضوع دوت. بعد كده وفي شهر 5 ده تحديدا لان كان في نجاحات كتير، فتحت قناه اليوتيوب وقررت فيها ان انا ابدا تعليم لغه الاشاره التركي، ولكن فيديوهات مترجمه للغه العربي والانجليزي والتركي والعديد من اللغات. واللي ما شافش الفيديوهات ديت يخش يرجع كده لاول فيديو، تاني فيديو، تالت فيديو، رابع فيديو، الفيديوهات البدائيه على قناتي على اليوتيوب هيلاقيها زي ما هي موجوده بلغه الاشاره التركي مترجمه
لي على الاقل 3 او 4 لغات، اللغه التركي، اللغه الانجليزي، اللغه العربي، وكذلك في بعض الفيديوهات مترجمه للكردي ومترجمه كمان للغه الالمانيه. واثناء الفتره ديت كنت انتهيت من كورس اللغه التركي بتاعي وحصلت على شهاده الجبير اللي هي تعادل، اللي هي اروح اقدر اشتغل بيها مترجم في اي مكان، اللي هي تعادل تقريبا يعني انك انت مثلا تخرجت من كليه لغات وترجمه قسم لغه تركي. هي ديت الشهاده تعتبر اعلى شهاده، بس يعتبر في شهاده اعلى منها اللي هي الجي كي، بس ما كانتش موجوده اصلا لانها مش مطلوبه. لكن دلوقتي لو حبيت ان انا اقدم في اي جامعه مثلا من خلال الشهاده الجي بي ديت اقدر ان انا اقدم في اي جامعه وبتدل على اجابتي للغه التركي. في نفس الوقت حصلت على الشهاده دي كمان، الا وهي شهاده اتقاني للغه الاشاره التركيه. كان فاضل لي شهاده واحده فقط اروح اخدها من انقره واكون مدرس رسمي للغه الاشاره التركيه، والى الان متاح ليا ان انا اسافر انقره واكمل الكورس دهوت واكون مدرس رسمي للغه الاشاره التركيه. ولكن انا ما وقفتش، كمل الفيديو للاخر وهتعرف عملت ايه في لغه الاشاره التركيه. طبعا اثناء الفتره دي كمان كان كورس الكمبيوتر انتهى وحصلت على شهاده اتقان للكمبيوتر كمان. من طبعا الشهادات اللي انا بوريها لكم دي كلها شهادات المده القليله بتاعتها اقل مده حوالي 4 أو 5 شهور دراسه مستمره بحضور منتظم، ولو في اي يعني تاخر في الحضور ده ما بيخليكش انك انت تحصل على الشهاده. والشهادات دي تعتبر معتمده من وزاره التعليم العالي، يعني لو انا فكرت ان انا اقدم على اي حاجه داخل تركيا او خارج تركيا الشهادات دي المفروض انها هتفيدني بشكل كبير جدا جدا لو فكرت ان انا اقدم على الماستر او فكرت بعد كده ان انا اقدم على منحه دكتوراه او غيرها في اي دوله من الدول يعني. تمام، لانها بتعرفهم قد ايه مش ان بس ده شخص متفوق وبيجيب امتياز كل سنه، لا وكمان قدر ان هو يجمع ما بين الدراسه وتفوقه في الدراسه وما بين الكورسات واستغلال وقت الفراغ يعني عموما. طبعا مش بس هي دي الشهادات اللي انا حصلت عليها، جيت في فتره الاجازه كمان بدات ان انا اعلنوا عن وجود كورسات مدفوعه الاجر، يعني تيجي تحضر عندنا الكورس وفي نفس الوقت تاخد فلوس. وكانت كورسات في كان كورس في الكمبيوتر وكنت بحضر انا وكريم وفي نفس الوقت بناخد فلوس مقابل الحضور دهوت. ديت اثناء فتره الاجازه ما توقفتش عن كده، كمان لفيت لي حوالي 9 أو 10 محافظات على مستوى تركيا. دي بعتبرها من النجاحات لان في حوالي 85 محافظه تقريبا على مستوى تركيا، فان انا خدت منهم 10 في اول سنه او في اول اجازه ليا فده يعتبر انجاز كبير جدا من وجهه نظري. ولكن وقتها ما كنتش بصور فيديوهات او فلوجز وبنزلها. في السنه الثانيه بقى تطور موضوع اليوتيوب وكذلك تطور موضوع لغه الاشاره التركي، وصل الامر ان انا بقيت بعلم الاتراك لغه الاشاره التركي وفتحت اول كورس ليا. بعد ما اعلنت عندي على الانستجرام عن افتتاح اول كورس ليا لتعلم لغه الاشاره التركي وصل عدد المشتركين اللي كانوا مشتركين في الكورس حوالي 55 فرد او اكتر التركي جايين ان هم يتعلموا. ده بعد ساعتين اتنين فقط من الاعلان، لدرجه ان انا قلت لهم لا شكرا انا يعني يا ريت انا مش عايزين حد تاني، واضطريت ان انا اعمل كورسين اتنين، كورس كان قبل الظهر وكورس بعد الظهر، كان يوم واحد في الاسبوع فقط وكان طوال فتره الترم الاولاني في السنه الثانيه ليا وفي تركيا. نسيت اقول طبعا ان في السنه الاولى خلصت التركي وفي السنه الثانيه في الترم الاولاني حصلت على امتياز والترم الثاني امتياز وسنه ثانيه جامعه اللي هي السنه اللي فاتت امتياز في الترم الاول وكذلك الترم الثاني امتياز، وان شاء الله اكمل لغايه اخر السنه واخرج بتقدير عام امتياز ان شاء الله باذن الله. الجميل في موضوع ان انا لما كنت بدرس للاتراك لغه تركي هو ان انا كنت بعمل معاهم فيديوهات، اللي مش متابعني على الانستجرام هيخش هيلاقي كنت بصور فيديوهات للغه الاشاره وكانت مترجمه بالعربي وبالتركي على صفحتي على الانستجرام. الفيديوهات ديت دول طلابي الحمد لله يعني، طبعا انا كنت اصغرهم سنا، كان عمري وقتها 21 سنه فقط لا غير. وبدات وصل الامر ان كان احد الطلاب بتوعي زوج استاذتي في لغه التركي، اللي كانت بتدرس لي لغه تركي زوجها كان طالب عندي في تعليم لغه الاشاره التركي. والحمد لله كنت انا بدي الكورس دهوت وكان معايا بنت ثانيه بتدي الكورس. طبعا هي كانت شايفه ان مستواي اعلى منها نظرا لان دي مش لغه الام وبتعلمها كويس، فبالتالي يبقى ده معناه ان المستوى كويس. بعد كده اشتركت في مجموعه، كان عندي هدف ان انا افتح شغل خاص بيا يعني، فبدات ان انا اخد كورسات. اول كورس خدته كان تشكيل وبناء فرق العمل، تمام. بعد كده خدت كورس كمان في اداره وتنميه المشاريع، تمام. بعد كده خدت مهارات الاتصال والعرض الفعال شهاده. بعد كده خدت كمان ابتكار وتصاميم المشاريع، تمام.
دليلي ان انا كان نفسي في السنه الثانيه ان انا ابدا شغل خاص بيا، وبالفعل خدت الكلام ده اثناء فتره الدراسه، ولما جت الاجازه بدات بذره اتفسح في تركيا مع مازن، وكانت هي دي بدايه مشروعي الخاص. ايه بقى قصه اتفسح في تركيا مع مازن؟ ان شاء الله بكلمكم عنها في فيديو جاي ان شاء الله، فيديو كامل بشرح فيه الامر دهوت. وديت كانت اخر شهاده بيكرموني فيها لاشتراكي معاهم، تمام كده. نسيت اقول كمان اني خلال السنه ديت خطبت، اخر السنه الثانيه ليا خطبت الحمد لله. ونسيت اقول كمان ان انا جبت محمد اخويا في اخر السنه الثانيه ليا هنا لتركيا عشان يدرس على حسابي بزنس. يعني على حسابي يعني انا متكفل بمصاريف محمد كامله، لغايه ما محمد قدرت ان انا اخليه في اول 5 أو 6 شهور ليه يبدا يقف على رجله، ويبدا ان هو يكسب فلوس عشان يشيل من عليا شويه، لغايه ما دلوقتي اصبح مستقل ماديا عني تماما. كده وصلنا لغايه اخر سنه ليا الا وهي سنه ثالثه. طبعا انا بقول اللي انا فاكره، لان استحاله افتكر كل نجاح او كل شيء جميل انا عملته، ولكن انا بشوف اكبر محطات نجاح من وجهه نظري. يعني اخر حاجه اللي هي السنه الثالثه، السنه الثالثه ليا بدات ان انا اقوي جدا فكره اتفسح في تركيا مع مازن، لدرجه ان خليت صفحه على الانستجرام اسمها اتفسح في تركيا مع مازن، تقدر انك انت تبحث عنها وتلاقيها. كذلك بدات ان انا اطور اكتر فكره مشروع الجواز اللي انا كنت عامله، فتزوجت في السنه الثالثه ليا الحمد لله، في اخر السنه الثالثه ليا كنت متزوج. وكذلك طورت فكره القناه على اليوتيوب، فاصبح عندي ما شاء الله حوالي اكتر من 40,000 حاليا واحنا بنتفرج، اكتر من 40,600، وصفحه ليا على الفيسبوك لسه فاتحها السنه دي وصلت 17,000 او اكتر من 17,000، وكذلك ده غير صفحتي الشخصيه 10,000، غير الانستجرام حوالي 15,000. وده انا بعتبره نجاح، لان لو لاحظت هتلاقي ان في اول سنه كنت عملت اكتر من حاجه، تحس ان هو شخص مشتت شويه مش عارف يركز على انهي قسم، فبدات ان انا اتعلم من هنا واتعلم من هنا واتعلم من هنا واتعلم من هنا. جيت في السنه الثانيه بدات اركز على اقسام اقل شويه، اللي هي لغه الاشاره التركي وكذلك تطوير الشغل الخاص بي. جيت في السنه الاخيره بدات ان انا ارسخ لنفسي الكيان بتاعي او السوق بتاعي، يعني او الشكل بتاعي اللي انا عايزه. بدايه الفيديو قلنا ايه؟ واما بنعمه ربك فحدث. وعشان كده انا قررت ان انا اقول لكم على النعم اللي ربنا انعم عليا بيها خلال ال3 سنين دول. نسيت اقول كمان ان انا تم اختياري ضمن 4 طلاب هم دول اللي بيمثلوا تركيا عن محافظه مردين، وكانوا 12 طالب على مستوى تركيا، كلهم اتراك، 11 واحد تركي وانا العربي الوحيد، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم في في مناظرات قطر، وتم تكريمي من رئيس الجامعه، وخدت منه نص ليره ذهبيه، ولكن الكلام ده للاسف موجود في السكن نسيت اجيبه. وكذلك حصلت من قطر على اكتر من جائزه، كذلك دخلت مسابقه في الفيديو في قطر وحصلت فيه على المركز الاول، وجابوا لي ايفون. اللي متابع على الانستجرام اكيد شاف الايفون اللي هم كانوا جايبينه لي، كانوا جايبيني ايفون اكس ار 256 جيجا اسود، تمام كده. كذلك تم تكريمي من رئيس الجامعه هنا، لو برضو لقيت صور هتلاقوني حاططها لكم هنا. المهم اللي وصل لغايه اخر الفيديو، ليك جايزه عندي لو قدرت انك انت تعدد من اول نجاح عملته لغايه دلوقتي، ولو في نجاحات تانية انا قدرت ان انا اعملها او كنت نشرتها قبل كده وما كلمتكمش عنها هنا في الفيديو، يا ريت الناس اللي متابعاني كويس جدا تكتب لي في الكومنتات وتقول لي ايه هي. منتظر بقى اقرا كومنتاتكم واشوف مين اللي هيقدر يعد الانجازات او الشهادات اللي انا قدرت ان انا احصل عليها من اول ما وصلت هنا تركيا لغايه وقتنا هذا. نسال الله عز وجل ان الفتره الجايه تكون اكتر نجاحات. ده طبعا هنقدر نقول ايه، مش كل شخص بيحقق بالشكل ده مثلا نجاحات او الكلام ده كله، ولكن على قدر اجتهادك على قدر ما بتكون النجاحات. مش شرط ان حضرتك لما توافق ان والدك ان ابنك يسافر ان هو هيكون يعني حاجه عظيمه، ولكن طالما هو شخص مجتهد فده معناه ان هو هيوصل لنجاحات كبيره جدا. وزي ما قررت في الفيديو اللي فات اكتر من مره وقلت ان انا كنت ضعيف وحسيت ان انا ضعيف، دلوقتي اقدر اقول ان انا الحمد لله بعد الانجازات اللي انا حققتها وبعد التطور اللي انا طورته على نفسي، اصبحت اقدر اقول على نفسي ان انا اصبحت قوي والحمد لله عز وجل. وكل مدى بفضل دعواتكم ممكن اكون اقوى باذن الله. اسالكم الدعاء ده اهم شيء، واشوفكم في تركيا على خير ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ده شيروه في كل مكان وابعتوا لوالدك ووالدتك خليهم ان هم يتفرجوا بس، وابعتوا لاصدقائك، ونشوفكم في تركيا على خير ان شاء الله. ولو الفيديو ده وصل لاكبر عدد ممكن هيبقى في فيديو بكره، ولسه
في جايزة للي يقدر يعدد لي ايه هي الجوائز والشهادات والمراحل التفوق اللي انا مريت بيها. يعني يعمل ملخص للفيديو من الاخر. اشوفكم في تركيا على خير. السلام عليكم. اخر حاجة حابب ان انا اقولها لكم، اجتهد لحد ما تكون انت نفسك فخور بنفسك، ودي مرحلة صعبة جدا مش اي حد ان هو يوصل بيها، ولكن اقدر اقول الحمد لله انا فخور بنفسي وحاسس نفسي اني بذلت مجهود الفترة اللي فاتت، واتمنى ان ربنا يساعدني عشان اقدر ابذل مجهود اكبر من كده الفترة الجاية ان شاء الله. اشوفكم في تركيا على خير. يبقى قمة الانجاز ايه؟ انك تكون فخور بنفسك. كن فخور بنفسك. يلا سلام عليكم.